مراسم خاصة لتسليم رئاسة الجمهورية الأحد. رشيد والسودان يستعجلان خطوات تشكيل طاقم الحكم الكفوء. الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية يبارك للرئيسين ثقة الشعب ويؤكد الحاجة لمعالجة خاصة لأوضاع المناطق المحررة. رئاسة الجمهورية تعيد خلافات البيت الكردي إلى الواجهة، والصدر يقاطع حكومة السودان بأعلى درجات الضغط السياسي. أول وزيرة تركمانية في المالية، وتوجه برلماني لإحالة رئيس هيئة الاستثمار للنزاهة، وعصابات لسرقة رواتب المتقاعدين.